أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية ساهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه يضاف إلى ذلك المتغيرات الأخرى مثل الأزمة الأوكرانية وتكلفة الإنتاج واستيراد جزء كبير من الأعلاف. جاء ذلك خلال افتتاح السيد الرئيس مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. الأزمة الأوكرانية يمكن بقالها مش مدة كبيرة قوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس يعني 6 شهور، لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدولة عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا إن ما هو الطلب لما نتكلم في 7 8 سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدوله بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الاسعار، لكن في متغيرات اخرى زي موضوع الاعلاف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على التكلفه الانتاج.